الاستاذ اللي غيتكلم في المسائل القانونيه غير خاصني نفهم نفهم الراي العام ونفهم الجامع. انا ماشي كل من كيحط رجله في المحكمه متعمد. غتسمعوا ان شاء الله الاستاذ ولا غيشرح. شكرا شكرا. شو سبب الحدود ديالك ان شاء الله الاستاذ غيشرح؟ واخا قلنا انت غير باختصار ان شاء الله الاستاذ غيكون لكم كلشي ان شاء الله. استاذ مطمئن استاذ علاش؟ استاذ فقط راني دايره عمليه على عنق الله يعطيك الله يشفيك الله يشفيك. طبعا طبعا طبعا. امين امين امين. الشفاء العاجل ان شاء الله. خليك ليلي.